القصة الخوت ماشي بحال كاع القصص، قصة شبعانة يدام ولكن فيها بزاف ديال علامات استفهام. قبل تطوال في المقدمات ندخلوا للمسكي وكلا هذا اللي ما كيعجبوش هاي نعطيه المسلوق الرويو لبلو الحكاية. شخصيتي غادي نخفيها حتى الاخر ونقولها لكم، داكشي علاش غندخل لكم ديريكت بصيغة الآن. غنحكي لكم بصيغة الآن واخا القصة ماشي انا لمن وقعت ولكن انا لمن تحكات، وعوذ بالله من قول كلمة انا. صافي دخلنا للمسكي، غيبدا لي اخونا ولا صافي غادي نتقبل لسانو. اكيد انكم لاحظتوا انني غبرت بزاف هاد الايام، وهذا الشيء غير حيت تدبرت في واحد الخدمه جديده. هاد الخدمه الجديده اللي كانت في واحد الوزين، وزين ديال هاد الشيء المواد الغذائيه، هاد المعلبات يعني لي بوات كونسير المعلبات. ايات ونوطه كدار في شي جالوقه كتعلب، فراه هاد الوزين فاش كدار ما كاينلاش نذكر سميه الوزين باش ما نديرش له اشعار، ماشي اشعار انما باش ما نضروش ولا يضرني. واخا ضرني وانا دابا بسببه باش كنعيش هادشي، لكن ما عليناش، الله كبير، ربي يميل ولا يهمل. هاد الوزين هذا فيه بزاف ديال لي برونش. البرونش فاش كنت خدام انا هو هادشي ديال المراقبه ديال الجوده ديال هاد الزيت هذا اللي كيديروه في المعلبات، ولكن كاينين دي برونش اخرين اللي لا علاقه لهم بهادشي، يعني لا علاقه لهم بهادشي الماكله. كاينين تابعين ليه نيت وهما واحد انا نيت، وزينات اخرين تابعين ليه، ها اللي كيصوبوا الصباغه ديال الطيارات، ها اللي كيصوبوا الصبايغ ديال جواكت الكوير. المهم وزين داير بلاصتو في السوق، ماشي غير دايرها وانما راه وزين مكان. واخا كانوا معدين علينا الصراحه، معدين على البوفري، ولكن بلي بار ديال الوزينات هكا دايرين، الله يسمح ليهم وصافي ويشوف من حالهم، حيتاش هما اللي غيبقاو فيك ماشي حنا. والله القاسم حنا كناكلو الدق هنايا في الدنيا، ولكن في الاخره والله يا جدهم ما نتفكوا معاهم بالرب الاله. تخيلوا معايا خدام معايا بنادم كيسيني على ورقه ديال السميك لي 3200 درهم، هو كيشد 2000 درهم، كيسيني على الفيش دو بي ديك الورقه ديال بانه راه تخلص. وهذا الشيء قدامك بعينيك، زعما راه كتشوف بلي راك سينيتي على هذا الشيء وانت راه شاد واحد المونطون اللي ما كاينش في ديك الورقه، باش هما قدام القانون يبانوا راه دايرين الحد الادنى للاجور. تصفرت بالعلالي وصافي، والله القاسم ما عليناش، هذا ماشي موضوعنا، الموضوع هو موضوعي انا. انا خدمتي في هاد الوزين كنت تكنيسيان ديال لاندستريال، يعني اي حاجه داب علاقه بالصناعه. المهم تكنيسيان بالضبط، انا البوست ديالي كنت كندير المراقبه ديال الجوده، يعني هادي صالحه هادي ما صالحاش، واخا كلشي واخا ندير لي انا ما صالحش كيصلحوه بالزمنو. المهم كندير انا خدمتي والكمال عليهم عادي ما ندير. فبلا ما ندخل في التفاصيل المهنيه يعني في خدمتي، حيت اش ما عندها حتى علاقه بقصتي، قصتي وقعت هنا، ولكن خدمتي ما كاينلاش ندخل لكم في التفاصيل المهنيه ديالها. في الاول فاش يلا بديت في الخدمه كنت مدرسر كي بحال اي واحد يلا بدا في شي خدمه جديده كيحس براسو براني، خصوصا وسط هاد الكيباج اللي خدام معاهم، كلشي كيبقى يشوف فيك ديك اللعبه ديال خونا راه جديد. كاين اللي كيبغي يركب عليك، كاين اللي كيحتارمك، كاين اللي كيبغي تيستيك،
المهم هكا داير كحل الراس راكو ما عارفين. حتى انا كنت مكاموفلي مع هاد النوطه هادي ودايره في بالي، داكشي علاش تكاموفليت مع جدهم بالعلاي طري لهم. ما كان عممش، كاينين الناس زوينين هنا يالله عمرها دار، ولكن كي العادة الخايب هو البلي بار. ما عليناش، كنقول مع راسي ديك القضية ديال بنادم حجر وطوب داير لاطونسيون من كلشي وصافي. نهار بعد نهار كنزيد نفهم الخدمة ديالهم كي دايرة، وكنزيد نفهم بنادم، وكنزيد نفهم كيفاش خصني نخدم، وكنفهم قوالب السيرفيس كيما كيقولوا. حيت في الاول فاش يلا كتدخل لشي خدمه كتحس براسك غشيم، كتكون انت خدام بنيتك. اه مزيانه القضيه خدم بنيتك اه، ولكن ديما رد البال، حيت الا خدام انت بنيتك واحد اخر راه ما خدامش بنيتو، وهذاك اللي ما خدامش بنيتو ما غاديش يحملك انت اللي خدام بنيتك، حيت اش غادي تطيح عليه السوق. بلان ما عطي اصلي خل معزيب العلالي تم، ولكن ما مسوقش ليهم. انا كنبغي نحلل هاد الدرهم اللي كنشد، الشي اللي غادي يخلق لي عداوه مع شي وحدين، ولكن عداوه غير سطحيه، عداوه غير من العينين. يعني بنان كيبقى يطلع ويهبط فيك باينه من الشوفه ديالو باللي راه ما حاملكش. لوزين فاش خدام بحال ايته وزين، الخدمه فيه 24 ساعه على 24، يعني الماكن ما كيوقفوش لا ليل لا نهار. داكشي علاش فيه ثلاثة ديال الكيباجات، يعني ثلاثة ديال الاوقات، كاينه ليكيب ديال الصباح، وليكيب ديال من 2 للتسعود، وكاينه ليكيب ديال من 9 للستة الصباح. انا من النهار بديت في ليكيب ديال 6 الصباح 2 ديال النهار. هاد ليكيب هادي كانت ويمكن الدنيا عامرة، هادي كتكون فيها أكبر عدد ديال الناس، يعني هي اللي كيكون فيها ليفيكتيف بزاف. ملي كتدخل كتحس بالهراج والمهراج والصوت الماكن. المهم الدنيا عامرة بحال كتدخل شي مدينة أخرى، خصوصا أنني كنت كنجي مع الصباح الدنيا ساقلة برا، حتى كندخل كنلقى الهراج كنقول سبحان الله العظيم. ولكن من برا ما كتسمع والو، كتسمع شي حاجه قليله ديال الصوت الماكن. السيمانه الاولى دوزتها في هاد ليكيب هادي، ومن السيمانه للسيمانه كيتبدلوا، يعني قدرت تشد ليكيب الاخرى، وثاني السيمانه الاخرى تقدر تشد ليكيب الاخرانيه ديال الليل الصباح. ساليت السيمانه الاولى هو يجمعنا واحد الريسبونسابل سميتو عبد الرحمن، هو اللي كيفرق الناس على هاد التروا ديال لي زيكيب. ملي جمعنا هاد خونا هذا بدا كيفرق علينا، فلان فرتلان تاع في ليكيب الاولى، فلان في الثانيه. المهم بدا كيفرق بنادم على هاد تروا ديال لي زيكيب. ولكن هنا بديت كنلاحظ واحد النقطه في شكال، الناس اللي كانوا قدام هنا في هاد لوزين كانوا كلهم كيتهربوا من ليكيب الثالثه، ليكيب اللي كتخدم بالليل، يعني من 9 حتى 6 الصباح. علاش زعما ما عرفتش، اش كيبغيو يباتوا مع ولادهم ولا شنو؟ كان وقت ما قال لشي واحد انت راه غادي تمشي ليكيب الثالثه تيدير له شي حجاب اللي راه عندو الولد مريض، عندو المراه مريضه، الوالده ديالو خص اللي قابلها بالليل. كلهم تقريبا كيديروا هاد الاعذار هادو بحال ما هكا. وانا عارف بلي باين بنادم كيدير عذر وصافي، يعني كتبان فيه. وحتى هذاك اللي كيفرق هاد لي زيكيب هادو كان ملي كيدير ليه شي حد شي عذر كيمشي لشي حد جديد ويرومبلاسيه به، ماشي جديد، المهم كيكون مغلوب على امره، حيتاش هادوك تيكونوا مرسمين ما عندو ما يتصور منهم. انا خلاني في ليكيب ديالي الصراحه ما عرفتش علاش، المهم خلاني في ليكيب ديال النار. ملي فرق هادشي رجعت ونسول واحد السيد اللي كان عزيز عليا، حيتاش هو اللي كان شد بيدي النار الاول. هاد السيد سميتو مجيد، هذا حتى هو ريسبونسابل علينا، وكان الله يعمرها دار، كان ريسبونسابل علينا حنايا الناس ديال النار. هاد السيد هذا كنت مفاهم معاه بزاف، نظرا للسن ديالنا اللي كان قريب لبعضياته،
وزيد عليها حتى الناس كانوا كيقولوا لي كتشبه ليه بزاف. وفعلا كاين واحد الشبه بيني وبينه، الا شتينا تقول باللي خارجين من كرت وحده. ونقدر نديفلوبي لكم كاع النوطه ونقول لكم باللي الا شتينا تقول هادو راه توام خارجين من كرت وحده في نهار واحد، غير شكون اللي سبق الله اعلم، غير فولا وتقسمات على زوج كما كيقولوا. هاد السيد هذا كيف قلت لكم كان معايا الله يعمرها دار، وماشي غير معايا، مع كاع الناس. وملي سولته قلت له علاش الناس كتهرب من ديك من ليكيب الثالث، صراحه عقد حواجبه هو يقول لي عادي راك عارف بنادم ما كيهضر، فيما تطلقات شي اشاعات يتيق بنادم ويبدا ينشر فيها بلا موجب شرعي. انا زدت تعمقت معه وقلت له علاش شنو الاشاعه اللي كيتيق بنادم وشنو اللي كينشر؟ قال لي وايلي تا انت الله يهديك هذاك الشيء قام تسوق ليه. ومن هضرته كنت كنحس بيه باللي كان كيتهرب على السؤال، بنادم راه كيبان ليك بنادم اللي ما بغاش يجاوب. المهم بدات الايام كدوز وداك الشيء كان عادي سامبل، كنت كنبغي غير نشوف دوك الناس اللي خدموا في ديك ليكيب الثالثه باش غير نسول علاش بنادم كان كيتهرب. ولكن ملي كنت كنسول شي حد كنقول له اشنو واقع علاش بنادم كيتهرب من ليكيب الثالث، حتى حد ما كيبغي يعطيني راس الخيط. بنادم ملي كتسولو كيبدا وجهو كيضرب باللوان. المهم دازت السيمانه ديالي، وصل عاود تاني النهار فاش غادي يبدلو لنا في الكيباج. هاد المره غادي يقول لي اخونا داك اللي مكلف بهذا الشيء، قال لي كريم عندك الكيباج الثالث، ياك ما عندكش شي مشكل حتى انت، ياك ما عندك المراه غتولد ولا شي حاجه. لقيت راسي مبهوط ملي قال لي بحال هاد النوطه، حيتاش دعقني ودخلني بها ولقيت راسي كنحرك راسي بلا. قلت له لا راه ما عندي حتى مشكل. قال لي صافي مزيان، من غدا راك غادي تبدا في ليكيب الثالث. قلت له سامر وافقت، وانا مغيب وافقت وانا فراسي مليون سؤال، شنو غادي يوقع وعلاش بنادم كيتهرب من هاد الكيب هادي. المهم بديت كنصبر راسي، بربما راه الناس كتبغي تنعس، كاين اللي ما كيبغيش الخدمات الليل. ما عليناش، الغد ليه صبحت ناعس ما بغيتش نفيق، حيتاش عرفت راسي باللي راه عندي السيرفيس بالليل. فعلا وصلت ديك 8:30 وانا نضيماري مشيت للوزين. هاد المرة الدخلة للوزين ماشي بحال الدخلة ديالو الا دخلتي له بنهار، ملي كتدخل بعدا بنهار كنتي كتلقى بنادم والهراج والمعراج وبنادم كتير وكاين الرواج، كتحس براسك باللي داخل شي سوق. ولكن بالليل الكيباج قليل، الكيباج قليل، وحتى الماكن اللي خدامين كانوا ما مخدمينش فيهم البليبار ديالهم، يعني بحال الا مخدمين قلتي واحد 30% ديال الماكن، يعني لوزين فيه الكارم. غير من الدخله اللي غادي تحس بواحد القضيه في شكال ما عرفتهاش واش نقول لكم رعب ولا هي ما عدت علاقه بالرعب، وانما كتحس بالدنيا مكارميه عكس داكشي اللي كنتي كتشوف بالنهار. وهذا الشيء راه طبيعي ومتوقع، ولكن ما عرفتش علاش انا تفاجات. زيد عليها حتى لي ريسبونسابل قلال، ما كاينينش كاع واقيلا تقريبا، والاداريين ما كاينينش، الاداره ساده، يلا السيكوريتي ديال برا اللي كاينين، وتقريبا واحد 10 الناس هما اللي خدامين في الصمته ديال خطوط الانتاج، وانا اللي غادي نكون ريسبونسابل عليهم اليوم. انا اللي غنكون ريسبونسابل على هادشي اللي كيتنتج. الخطوط ديال الانتاج اللي كانت عباره على واحد الماكينه فيها صمطه طويله كيبقى يحطوا فيها دوك داكشي اللي كونسيرف وكيبقى يدوز. هاد الصمطه هادي اللي كانت عاطيه الصداع بزاف، ولكن ملي جيت نحقق ماشي لقيت باللي هي اللي عاطيه الصداع، وانما بنادم اللي ما كاينش. بنهار كيكون بنادم كيهضر وكيكون الهرج ديال البشر،
الشي اللي كيخلي غطي شويه على الصوت الماكن. المهم ان فوا وصلت حيدت حوايجي بدلت ولبست التوني ديال الخدمه ايوا مشيت كندور على هاد الناس هادو اللي كانوا قلال الصراحه. هنا الصراحه الناس كانوا خدامين ما ديما ندير لهم. المهم بديت كنتسركل شويه في الوزين، قلت ارا نشوف اشنو كاين في هاد الوزين هذا حيت اش ما كاتش عندي هاد لوكازيون هادي بنهار، خصوصا انه الكاميرات وكاينين لي ريسبونسابل عليا انا. بديت كنتسركل حتى لقيت واحد البلاصه دايره بحال شي بلوك، بحال الا كانت حتى هي فيها حاطين فيها شي ماكينه ولا شي حاجه، حتى هي كانت شحال هادي خدامه ولكن دابا بحال تهجرات ولا ما عرفتش. المهم خواوها وما بقاتش خدامه، وهاد البلاصه هادي هي فاش ولاو دايرين الطواليطات عزكم الله. وصلت حدا الطواليطات حاشاكم وكنت نيت باغي نقضي حاجتي، دخلت تلاقيت هاد الطواليطات نيت اسم على مسمى، هاد البلاصه قدامت وهما اكثر منا دايرين بحال دوك الطواليطات ديال المدرسه قديم، داكشي شي مدرسه كلا عليها الزمان وشرب قديم داكشي، والبيبان كاع محرد فين ما عندهمش الساقطات. المهم دخلت رديت عليا الباب، واحد اللحظه بديت كنتصنت كنحس بحال الا شي حد كاين في شي طواليط حدايا، وبحال الا كنت كنسمعو كيبكي. ويلي في الاول ما تيقت، كنقول ليك ما غير كانت خايب ولا شي حاجه، حيت هاد الطواليطات الصراحه ين فوا تدخل ليهم كتشدك التبوريشه غير هكاك. دابا العقل البشري كيبقى يضحك عليك بحال هاد النوطات وصافي، ولكن كنت تا انا ما كنت فاكش، بغيت نعرف نيت واش هادشي اللي كنسمعو فري ولا لا. بديت كنتصنط، ولكن والله القسم الا كاين نيت مخصيص ديال بنادم داخل الطواليط وكيبكي. ويلي اش هادشي هذا، واش بصح هادشي اللي كنسمع ولا لا. خرجت باش نشوف في كاين هاد الصوت هذا، لقيتو في واحد الطواليط كانت هي الطرفانيه. ملي بديت كنتحسس تميت غادي ليها خونا بحال الا سمعني ضرب الطم، ما يمكنش تدخل على بنادم تقول له علاش كتبكي ولا اش كدير ولا، خصوصا انه في طواليط. ولكن واحد اللحظه سمرت انا درت بحال الا خرجت. هنا خونا بدا عاود تاني كيتنخصص، وهنا ضرني راسي بالبيان. وايلي علاش شكون هذا اللي كيبكي؟ مشيت ضرب الطليله بعدا نشوف شكون اللي ناقص في ليفيكتيف، خصوصا انهم قلال. هنا غادي نلقى بلي حتى حد ما ناقص، الدراري اللي كاينين هما اللي كاينين. وايلي شكون هذا اللي كيبكي؟ رجعت للطواليط لقيت ما بقى حتى واحد تما، اصلا ما كنتش رديت البال واش الباب كان محلول ولا مسدود ديال ديك الطواليط الطرفانيه. وملي كنتصنت لقيت بلي ما كاينش مازال داك الصوت البكا. ما نكذبش عليكم ترونت هاد الليله الخوت، وليت خيطي بيطي لديك الطواليط، كل مره نمشي نضرب عليها طليله ونشوف ياك ما خونا رجع عاوتاني ولا لا، خصوصا انه ديك اللحظه فاش خليته تما ملي رجعت لعند الدراري لقيتهم كاملين مكمولين ما ناقص فيهم حتى واحد. هنا دازت هاد الليله هكا دايره معلكه بهاد الشيء اللي كان كيضرب لي في راسي، شكون وكيفاش وعلاش خونا علاش كيبكي وشكون هذاك بعدا. المهم لغد لي عاوتاني وصلتني النوبه ديالي بالليل، رجعت عاوتاني كنت غادي للخدمه غير باش نكتشف. المهم سلمت على الدراري بخير هانيين مرتاحين، بون كوراج بون سيرفيس. مشيت عاوتاني لجي الطواليط والو ما كاينش الصوت هاد المره. يلا بغيت نخرج وبديت كنحس نيت بالصوت ديال البكا عاوتاني بدا، وبحال الا كتسمعو بودني كمعلم. انا قررت انني غنمشي ديريكت لجهه الصوت وغادي ندق على الباب.
وفعلا داك الشي اللي درت، لقيت الباب مسدود، بديت كندق هو يسكت داك الصوت، ما بقاش كيتسمع التنخصيص ديالو. بديت كنقول ياك لاباس تكون هنايا، ما بغاش يجاوبني. بديت عاوتاني كنقول راه كنهضروا معاك اصاحبي، شكون هنايا؟ واحد اللحظه هو يجي واحد السيكوريتي، جا هو يقول لي مع من كتهضر؟ قلت له راه شي واحد كاين هنايا وكنسمعو بحال الا كيبكي. انا خونا تبسم واحد التبسيمه ديال زعما هذا مالو، واش حماق ولا شنو. من بعد ما تقي عليا ديك التبسيمه الحامضه قال لي لا راه ما كاين حتى واحد السيكاري، اخرج خرج. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدراري كاملهم راه كاينين في الصمته، ما بغيتش نعاود معاه الهضره حيت خونا ديجا تقي عليا ديك التبسيمه. قلت صافي غادي نتمر، وفعلا خرجت. ولكن واحد الشويه وانا نرجع تاني بديت كنتصنت، والو هاد المره ما كاين حتى واحد. بديت عاوتاني ديك الليله خيطي بيصي، ما كاين غير سير واجي للطواليت. دازت ديك الليله فحال ما هكاك، ما نكذبش عليكم ضرني راسي 100 مطرقه ولات كتضرب لي في الراس، والراس غير واحد. حتى ملي مشيت للدار ما بغاش يجيني الناس، بديت غير كنتقلب وكنتبحرب في بلاصتي. بديت كنساين العشيه غير امتى تجي باش نمشي عاوتاني نشوف اشنو كاين تم. وصلت عاوتاني وقيتي الخدمه مشيت، ولكن هاد المره انفوا وصلت لقيت باللي كاين واحد الريسبونسابل هذاك خونا اللي كان كيفرقنا على ليكيباج، كيقول لك انت في الكيب الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. لقيتو كيسايني قال لي سي كريم راه غادي ترجع للكيب الاولى تاعك. انا قلت له ولكن راه مازال ما سالات السيمانه، راه يلا ضربت يومين. قال لي راه محتاجينك في الكيب الاولى، داكشي علاش. صراحه ما نكذبش عليكم ما حملتش هاد الخبار هادي، خصوصا انني كنت باغي نعرف اليوم شكون داك خونا اللي كيجي كيبكي في الطواليت. والمشكل هو ملي كنخرج ما كنلقى حتى واحد ناقص في الكيباج. المهم ما عليناش، الغد ليه غادي نشد ليكيب الاولى. انفو دخلت بدا بنادم كيسولني، خصوصا الناس اللي كانوا قدام هنايا، كيفاش داز السيرفيس ديالك في هاد اليومين؟ واش مشتي حتى شي حاجه؟ ما هياش قضيه يعني بلي بصح هادشي اللي كيتقال، ولكن شنو هي هاد الحاجه اللي غنشوف؟ ما هياش. انا بديت كنسولهم، بديت كنقول لهم علاش بحالاش غنشوف شي حاجه ما هياش. ولكن اللي سولته كان كيبغي مني انا غير الجواب، ما بغانيش هو نسولو. قلت لهم حتى انا والله لا سمعتوا مني شي حاجه بالله. اللي سولني كان سولو كيقول لي ما عرفش انا غير سولتك. تنقول له حتى انا غير سولتك صافي، كيفهم راسو بلي ما بغيتش نجاوب. ومن بعد كنقول لهم داز داكشي عادي، زعما السيرفيس كاع بالليل حسن من ديال النهار، ليفيكتيف تيكون ناقص، لما كنت هما تيكونوا ناقصين ما كيكونش الصداع. والله الا بيس بنادم ملي كنقول له هكا كيدير فيا شي تخنزيرات بحال الا ما باغيش هاد الجواب اللي كنقول له. كان بنادم باينه فيه بلي كيتسنى شي جواب اخر من غير هذا. ولكن حتى انا قلت لهم والله لا سمعتوا شي حاجه من فمي، انا جديد هنا، نتوما اللي خصكم تقولوا لي شنو كاين. وبنادم هنا انفو كنقول له هاد الجواب عاوتاني، كيبقاو يشوفوا في بعضياتهم شي شوفات اللي كانوا معينه كيفهموها غير هما، زعما خونا راه طالق علينا ولا كيفاش خونا كيقول لي ما عادي وداكشي ما عاديش، ما عرفش. المهم شي شوفات كانوا مبهمه، وهاد الشوفات كانت كتبان يعني انفو كنقول لبنادم اش كاين اش كاين، كيبدا يشوف في الاخر وكيبداو يتعجبوا في بعضياتهم. وهذا الشيء كامل وكان كيأكد لي حاجه وحده، هي انه شي حاجه كاينه بالليل. واش خونا اللي كيبكي؟ الله اعلم. واش شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء؟ الله من تعالى هو اللي عالم. ولكن حتى هما ما باغينش يعطيوني راس الخيط، وبالرب مني لا شدوه الا كانوا هما معكسين انا رباهم. دازت هاد السيمانه ديالي بنهار وصافي، بنادم بدا كينساني، بدا كينساني هاد القضيه ديال مدرا كي داز السيرفيس بالليل.
حتى وصل للراس ديال السيمانة. جاو تاني داك الريسبونسابل اللي كيفرق علينا الكيباج. هاد المرة قال لي كريم، قلت له بغيت الليل عافاك، ويقول لي راه لقيتيني نس بغيت نسولك واش مناسبك الليل ولا لا. قلت له اه مناسبني. عرفتو اين فوا قلت له هاد النوطة؟ كل شي بدا كيشوف فيا، ما عرفتش واش ما حملونيش ولا كيتعجبوا علاش اختاريت الليل. المهم هنا بنادم ولا وليت كنحس بيه بلي داير معايا لاطونسيون، خصوصا انك انت باغي واحد الحاجه اللي هما في الاصل هما ما باغيناش. خونا غيقول لي سامار غدا ما تجيش في الصباح حتى الليل واجي. قلت له سامار، عرفتو الغد ليه؟ والله القسم الا بديت كنحس براسي مخنوق في الدار، بديت كنساين غير امتى يوصل الليل، حيت فعلا ضرني راسي، ما بقيتش قاد نصبر باش نعرف اشنو كاين. وصلت 8 ديماريت للوزين، وصلت تما قبل نص ساعه ما نبدا. دخلت بدلت حوايجي، عاد بداو الدراري كيجيو، لقيت نفس الدراري مساكن هما اللي باقين، حيتاش الدراري هادو كاملهم كانوا جداد، كانوا مغلوبين على امرهم، مساكن ما عندهمش الحق يقولوا لا ولا يلا. هادوك القدام هما اللي كيقولوا لا، هما اللي كيبداو يتحجوا ويديروا اعذار. حتى انا كنتعامل مع الدراري مزيان، خصوصا اننا كنا مسكين مغرفه وحده واللي هي مغرفه الجدوديه، كاملنا كنا جداد، كنتعامل معهم مزيان وكنسول بنادم بخير هانيين مرتاحين. انا بديت كنحاول نسليهم لسانهم، واش علاش ما كيبغيوش الناس يجيو يخدموا هنايا بالليل، ولكن حتى هما لقيتهم في دار فلون بحالي، حتى هما كيقولوا لي والله ما عرفت. وملي كنقول لهم واش ما كتبان لكم نتوما حتى شي حاجه غريبه هنايا، واحد اللي قال لي واحد مره كنت دايز من حدا الطواليت وسمعت بحال شي صوت كيبكي وانا نعلق من تماكي. هنا قلت بلي بعدا الحمد لله بلي راه ماشي غير انا اللي كنسمع داك الشيء. قلت له ايه وما عاودتيش رجعتي؟ قال لي لا عاودت رجعت. قلت له سامارت بغيتش ندخل معاه في لي ديطاي. عاودتاني سمرت على ديك الطواليت ديك الليله كامله، ليله كامله هو انا سامر عليها، حتى بديت كنسمع عاودتاني داك الصوت. هاد المره مشيت ديريكت قصدت ديك الطواليت اللي جاي منها داكشي، بديت كندق هو يسكت، وبديت كندق تاني كنقول له وغير خرج نهضر معاك، بغيت نسولك مالك علاش كتبكي. خونا ما جاوبنيش. قلت له راني عارفك باللي كاين الداخل، غير خرج راه عليك الامان، ولكن والو ما جاوبت. بديت معاه تما وقلت له المهم انا غنساينك غير سير حتى تسالي، ولكن والو. خونا بحالي اذا ما كاينش. واحد اللحظة مليت من ديك التسنية اللي بديت كنساين، قلت والله تمشي نحل هذاك الباب نشوف كي ندير نحلو. ملي مشيت بغيت نحل الباب لقيته مسدود من الداخل. هنا بديت كنقول اش غندير ما ندير، بديت كنقلب على زعما فين كاينين السوارت ديال الدوبل وداك الشيء، لقيت الباب اصلا ما عدوش الساروت، هو في غير ساقطة من الداخل. والو بقيت سامر عليه تما. واحد اللحظة هو يتحل الباب، الله القسم الخوتي لها ملي تحل الرعب تمالكني، حسيت بالتبوريشة بدات ليا من صبع رجلي الصغير طلعت ليا حتى لقناط راسي. بديت كنساين شكون اللي غادي يخرج من هاد الطواليطة هادي. انا بان ليا واحد بنادم الكسده ديالو كبيره، ولكن ملي خرج كان عاطيني بالدار، دارو تبارك الله داير بحال شي حيط، كان بنادم طويل ومقدر. قلت له واش تي يا صاحبي شحال وانا كنساينك هنا، انا بغيت نعرفك علاش كتبكي هنا. ما جاوبنيش. قلت له راه كنهضر معاك كريت.
انا غادي نحس بيه بحال الا تعصب. مع سمعاد كنهضر معاك اقريت هو يدور عدي بالجهد ويا ريتو ما دار. عرفت واحد الوجه الخوت كامل وتشارك وجه كامل وتشارك. عرفتو بحال دوك الدراري مساكن اللي كيكونوا ولاد الزنقه كيبقاو يتشمكروا وكيضربوا وجوههم ولا ما عرفتش شكون اللي كيضربهم. كتلقى وجوههم كامل وتخاسر. وبحال هكاك داير وجه هاد السيد هذا. وهاد السيد هذا عمرني شتو هنا في لوزين. واصلا هاد السيد ما يتقبلش زعما يخدم هنا في هاد لوزين وهو بهاد الكريماص هادو اللي هادو. الصراحه ملي ضار عدي رعبني. هنا غادي يتم جاي عدي والصراحه ما نكتبش عليكم عرفتو ركابية فشلو. بقيت غي واقف ومسمر بلاصتي. تم جاي قاصدني ولكن إن فوصل حدايا راغ عليا هو يخرج. خرج من ديك الطواليطات. شانقول لكم الخوت الرجلين اللي غيتبعوه والله ما بقاو. والرجلين كنحس بيهم فشلو ما بقاوش دياولي. العقل ولا الدماغ اللي غادي يعطيهم ميساج باش يتحركوا والو. بقيت تماشي ربع ساعة وانا مسمر بلاصتي. من بعد ما فقت من هول المنظر تحركت وديماري تخرجت من الطواليت وبديت كنسول الدراري واش ما بانش لكم شي حد خرج من جهة الطواليت. بنادم بديت كنحس بيه بلي كيشوف فيا ديك الشوفة ديال هذا مالو ياك ما وقعت له شي حاجة. صافي هنا تمرت ما بغيتش نعيق. دازت ديك الليلة واحد الليلة معنكشة جدا. مبرزت في راسي ودماغي ما بغاش يهدالي من قوة التفكير. شكون هو فلان هذا وشكون دار لي ديك الحالة في وجهه وكيفاش حتى كيدخل الطواليطات واش ما كيشوفو حد ولا الله يا ربي الله ياك ما بديت كان حماق ياك ما غير انا اللي كنشوف هاد الشي. ولكن لا كاين واحد قال لي بلي راه ديجا داز من حدا الطواليطات وسمع بلي شي حد كيبكي فيهم. انا دازت هاد الليله فحال ما هكا. غد لي والله ما شفت الناس حتى وصل الليل ورجعت عاوتاني للخدمه. رجعت هاد المره وانا باغي نشوف كيفاش حتى وقع هاد الشيء وشكون هذا. وصلت واحد الوقت ده تكون في 4 الصباح تياخذوا الدراري بوز ديال 20 دقيقه. هاد البوز هادي كيفطروا فيها ولا اللي بغى يصبح صايم كيتصحى. المهم بوز فيها تولد ساعه يديروا فيها ما بغاو. والبليبار ديال الدراري ان فوا كتوصل هاد البوز هادي كيخرجوا من لوزين كيتلاقاو واحد السيد كيجي مسكين هو ومرتو بكري هنايا لوزين كيديروا بيسارة قدام لوزين كيدير واحد الكريري صافيها بيسارة حريرة ديال التشيشة. المهم فطور ديال الصباح ديال الناس اللي كيخدمو. هنا خرجوا الدراري انا بقيت. شكون اللي غيجي يدي هاد المرة؟ غيجي يدي مجيد. مجيد هذا هو السيد اللي قلت لكم كيشبه ليا يعني الكوبي ديالي. جا عدي وهاد المرة هو ما عدوش السربيس حتى السبعة الصباح. ما عرفتش شنو جابو في هاد الوقت. جا عدي وقال لي كي داير با كريم بخير؟ قلت له شنو جابك با مجيد في هاد الوقت؟ قال لي طار عليا الناس وقلت نجي ما كاين ما يدار في الدار. ايوا نجي نونسكم بما يوصل الوقت السربيس ديالي. قلت له جابك الله خويا العزيز. قلت له شوف غنسولك وتقليد الله في رقبتك واش كاينه شي حاجه ما هياش فهاد الكيباج الثالث. قال لك بحالاش؟ انا عاودت له داكشي من أ حتى لزيد ويقول لي واش نقول لك اخويا تا انا غي سامع بلي شي حد كان خدام هنا وشدوه شرمطوه مزيان حيتاش لقاو بلي عرف عليهم شي حاجه ما هياش. لقاو بلي عرف على المدير ولا الكونطابل شي حاجه ديال الاختلاس وهاد شي حاجه فحال ما هكا وشدوه شرمطوه مزيان شرمطوه له وجهو وكركبوه مع الباب. ومن تما راه ما عاودش بان مازال.
ما نكذبش عليك انا هادشي غير سامعو راه ما عمرني شتو. قلت له واخا انت كتشد هاد السيرفيس ديال الليل كتخدم في هاد الكيباج الثالث؟ قال لي لا ما كنخدمش فيه، غالبا انا كنكون خدام بنار. مره واحده اللي جيت لهنايا بالليل وما كملتش الليله. قلت له واش فراسك راه كندوز ديما حدا ديك الطواليت كنلقى شي حد كيبكي فيها؟ واش نوقع ليا وخرجت دي بنادم ها كي داير ووجهو ها كي داير. قال لي سبحان الله العظيم راه نفس الاوصاف اللي كتقول هما اللي سمعت انا على خونا اللي كان خدام هنا. قلت له راه هادشي اللي كاين با مجيد، راه ما نكذبش عليك عرفتي راه خلعني ديك الليله ملي خرجت دي من ديك الطواليت. قال لي ولكن كيفاش حتى دخل اللوزين؟ قلت له ما عارفش اخويا ما نكذبش عليك والله. قال لي اسمح لي نسولك با كريم، عرفتو ان فوا قال لي هاد النوطه عرفتو شنو بغى يقول لي. داكشي علاش طبقت عليه وقلت له راه والله القسم اخويا العزيز الى هادشي اللي كنقول لك راه شايفو وسامعو بحال الا شتي بعيني، بلا ما تقول لي داكشي ديالك ما كنتي كتخايل ولا شي لعبه بحال ما هكا. هنا مجيد بقى غير كيشوف فيا. واحد اللحظه بديت كنحس باللي مجيد كيشوف شي حاجه جايه من ورايا، وهذا الشيء غير من الكريماس ديال وجهه. ولكن باش نعرف شنو جاي من ورايا بديت كنقول له سبحان الله مجيد مالك، حيت عيني كانوا تبجقوا، عيني تحلوا مزيان والكريماس ديالو تبدلوا. بديت كنقول له مالك ولكن ما قدرش يجاوبني. ملي درت لقيت خونا هو اللي كان جاي. الله يا ربي الله شادسي. انا وقفت باش نشوف فيك ما عرفتش انا شنو يقدر يكون ناوي على خزيت. قلت له شكون انت اش كدير هنايا؟ عرفتو راه داز من حدايا ما جاوبنيش، مشى ديريكت لمجيد. مشى ليه ويشدو من عنقو، شدو من عنقو وبدا كيقش فيه. مجيد ما كانش قادر يهز يديه باش يطاكي على راسو، كان مستسلم ليه. هنا انا بغيت ندخل زعما باش نفاكم، ولكن خونا ما عرفتش انا واش نيت بنادم ولا لا. ان فوا كان قرب له كيدفعني دفعه وحده كيلوحني بعيد. وايلي بديت كنشوف صاحبي اللي كان صافي راه عيني فلتولو من بلاصتهم، صافي غادي تقطع فيه النفس غادي تزاق روحو. وهنا بديت كنحاول نشد في خونا ونتعلق فيه ونحاول نحيدو حتى دخلوا العمال اللي مشاو خطاو ديك البوز ديال تولو ساعة. هنا غادي يطيح مجيد، طاح جدا هامدة. مجيد مشات روحو عند الله، ولكن إن فقت من الصدمة ولقيت الناس ضارو بيا بداو تيقولوا لي الله يا ودي الله حشو مالك شنو دار لك مسكين حتى قتلتو. بس كنقول لهم واش منيتكم واش ما شتوش هذاك خونا اللي كان كيقج فيه؟ بداو كيقولوا لي ورا انت اللي كنتي كتقجو. انا طلع معايا الصدى الخوت، كيفاش مالك كنت كنقجو؟ بدا كيقول لي واحد فيهم ورا انت اللي كنتي شد له عنقو كتقج فيه، وهو مسكين كيقول لك كريم اش كدير وبقى عافر معاك ومقاتل معاك، ولكن انت كنتي صحيح عليه شويه وانت حطيتيه كاو حطيتيه حبلو بونت الارض. انا الخوت ما حسيتش براسي حتى علقت، بديت كنجري وبداو السيكوريتيات بغاو يحبسوني. درمت فيهم وانا نزيد في حالاتي، ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي في الدار، وما حسيتش عاوتاني براسي حتى لقيت راسي غيبت.
الصباح ملي فقت لقيت في التليفون ديالي كتر من 50 ابيل، عد من عد الريسبونسابل اللي كان كيفرق علينا الكيباج، كيقول لك انت في الكيب الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. هذا الريسبونسابل كنت سميتو سالم. انا ملي فقت فقت مضعور، قلت ياك ما هادشي اللي دوزتها حلمه ولا شنو. بغيت نجاوبو، خفت يقول لي علاش قتلتي فلان ولا فرتلان شويه. قلت شنو واش انا غنبقى خايف؟ انا جاوبته قلت له نعم السي سان. قال لي اش هادشي اش هاد الكارثه درتي؟ قلت له اش من كارثه؟ قال لي اش هاد الكارثه درتي؟ راه البوليس راه تيقلبوا عليك، راه الا ما وصلوش ليك حتى لدابا راه بسبب لاكارت ديالك، حيتاش العنوان ديالك اللي فيها ماشي هو فاش ساكن. فعلا انا الخوت حيتاش فيها العنوان ديال دارنا اللي في مدينه اخرى. قطعت من عدو وصونيت لمالين الدار، لقيتهم فعلا باللي كانوا عندهم البوليس. انا عرفت على الخوت باللي وليت روشير، ولكن كيفاش هاد البلان هذا ما فهمتوش؟ كيفاش قتلت السيد وهداك خونا اللي كان كيقز فيه وانا كنت غير كنحاول نفك؟ مكتبش عليكم راسي بدا كيدور 10,000، عرفت شنو غندير. ولكن هنا قررت ندير داكشي اللي قانوني، نمشي براسي للوزين ولا نمشي عند البوليس ونعاود لهم ونحكي لهم كاع داكشي اللي وقع. فعلا داكشي اللي درت، غير هو الخطا اللي درت، ما مشيتش للكوميساريه، مشيت للوزين هو الاول. لقيت البوليس تما كايساينو، ما شافوني قرقبوا عليا. وهاد المره كانت تما وما لي شدوني، ماشي انا اللي سلمت راسي. اللي مشاو معايا للتحقيق، بديت كنعاود لهم داكشي اللي وقع. قلت لهم سيروا شوفوا كاع الكاميرات. الكاميرات كانوا كيطفاو بالليل، كانوا كيخدموا غير بنهار، يعني ضربني التران في هذه النقطه هذه. انا بديت كنقول لهم راه والله القسم الا شنو واقع شنو واقع شنو واقع. قالوا لي واخا سيدي تيقناك، شكون هو هذا خونا هذا اللي قج السيد؟ قلت له انا ما عرفتوش، راه انا براسي حتى انا باغي نعرف شكون هو. الشرطه العلميه والدراري ديال مسرح الجريمه والطب الشرعي غادي يخرج التقرير ديالهم، وفعلا غيلقاو البصمات ديالي هي اللي كاينه في الجاكيطه ديال مهدي وفي جهه عنقه. ما كاين لا خونا لا اختنا، كاين غير انا. وهذا الشيء اللي وقع دكتور والله القاسم، عافاك راه بغيتك تيقني، راه عارف باللي هما كيقولوا دابا انا كنتهرب من الاعدام وكنتهرب من هذا الشيء. دير فيها راسي حمق، انا راه ما حمق ما والو والله القاسم دكتور الى هذا الشيء اللي كاين. الدكتور ديال هاد السيد هو اللي غادي يعاود هاد القصة. هاد السيد هذا اللي فعلا لقاو عدو خلل عقلي، وبلي شخصو حالته لقاو عدو بلي عدو سكيزوفرينيا او ما يصطلح عليه بانفصام الشخصية. يعني من الله مسكين كيفاش كان كيحس وكيفاش كان كيتخايل له. الناس اللي مرات بهاد المرضى هذا راه كيكونوا خطيرين على رسوم وعلى عائلاتهم وعلى المجتمع، حيتاش كيبقى يبان ليهم شي حوايج بشخصيه اخرى. ما يمرى المرض الله يحفظ كل من هو مسلم منه وصاف. هاد السيد لدابا راه مازال في مستشفى ديال الامراض العقليه والنفسيه، وتعفى من العقوبه الحبسيه، ما تعفاش عليها بصفه نهائيه، وانما دابا راه كيتعالج. واخا هادشي راه ما عدبو علاج، العلاج اللي عدو هو لي كارمو. اين فوا يشوفو كيدخل في هاد الحالة هادي كيدقولو برا كيناس، هذا هو العلاج الوحيد اللي عدو، واللي هو في الأصل راه ماشي علاج. الطبيب ديالو مسكين ملي كان كيعاود هاد القصة كان كيبكي، كيقول لهم دوزت الآلاف ديال الحالات، ولكن هاد السيد هذا بقى فيا بزايد. حيت المشكل هو أنه هاد الشخصية التانية ملي كتكون عدو خلق شخصيات اخرين، وكيبان لي حوايج اخرين اللي حنا ما كنشوفوهمش،
ولكن هو بوحدو اللي كيشوفهم. وشوف يعلم الله واش داكشي اللي سامع، واش كاع داكشي اللي قال واش كاين ولا لا. هو اللي كاين هو انه قاتل، هذه هي الحاجه اللي مأكدين منها. ولكن داكشي اللي كيعاود واش كاين ولا لا، الله من تعالى هو اللي يعلم. فالله يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، والله يدينا في الضو وصافي، الله يدينا في الضو. هاد القصه الخوت وقعت في ليبيا، وقعت لواحد السيد تونسي تما كاين، ولدابا راه مازال مسكين مرمي في السبيطار ديال الامراض العقليه والنفسيه. فالله يحفظ كل من هو مسلم من كوانات بحال هادو. وحتى لهنا غنقول لكم تصبحوا على خير، او لا صباح الخير، او لا بونجورني على حساب الوقيته فاش كتسمع لهاد القصه. والتران ديالها راه وصل التيرمينيس ديالو، وهذا مكان العشران. تهلاو.